من مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، شدد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على أن المسيحيين هم عنصر أساس ومكون في هذا الوطن. السنيورة وبعد لقائه المطراني الياس عودي أشاد باللقاء المسيحي في بكركه. دائما نرحب بكل خطوة بتؤدي إلى مزيد من التعاون الوثيق بين كافة مكونات المجتمع اللبناني. نحن حريصون على يعني هذه العلاقة التي تؤكد على تضامن اللبنانيين، وهي تؤدي أيضا إلى حماية لبنان وإلى التأكيد على عودة الدولة اللي هي التي تؤمن الأمان والأمن للبنانيين. أي محاولة لإظهار المسيحيين بأنهم وكأنهم جالية هم عنصر أساسي ومكون في هذا الوطن، بل كان لهم الدور الفعال والهام على مدى العقود الماضية التي لعبوها مع إخوانهم المسلمين في بناء هذا البلد. السنيورة رأى أن وجود لبنان في الأمم المتحدة في هذه المرحلة وترأسه مجلس الأمن خطوة مهمة وجيدة، وأكد أن اللبنانيين لطالما كانوا رواداً في العالم العربي للحرية والديمقراطية والانفتاح.